وفي العاب زي الخماسي والسلاح والتايكوندو. خلاص مش طب لعبه السلاح رقميه. مثلا بقى لنا فتره بنحقق فيها يعني جو يعني في كاس العالم والبطولات، يعني شويه شفنا اللعيبه بتوعنا بص دي فلورشنج يعني طبعا السلاح ماشي كويس جدا، السلاح ماشي بطريقه شكل كويس جدا، عنده فرص ميداليات، عنده فرص ميداليات فعلا. الالعاب اللي عندنا فيها فرص ميداليات بالترتيب كده خلاص، رقم واحد هو رفع الاثقال. رفع الاثقال رقم واحد هو رفع الاثقال، عندنا 5 لاعبين مؤهلين، وعندنا اكبر فرصتين فيهم هم ساره سمير وكريم كحله بوضوح كده. تمام، عندك بعد كده الخماسي الحديث، عندك الولدين احمد الجندي ومهند شعبان، هتاهلنا على فكره 4 اولاد بس الحد الاقصى لاي دوله هو ولدين وبنتين، فبالتالي احنا رايحين نلعب ولدين وبنتين. بناتنا فرصهم اقل شويه، انما قدروا يقفوا في منصات التتويج في كاسات العالم مرتين خلاص، سواء سلمى عبد المقصود او ملك خالد، فرصهم ما هياش صفر، انما فرص اضعف شويه، فرص احمد ومهند اعلى كتير. انما اللي هيحصل في اليوم بالذات في لعبه زي الفروسيه والسلاح محدش يقدر يعمل بريدكشن ليها، احنا بنجتهد عشان ربنا يكرمنا. السلاح نفس الشيء، السلاح ممكن لاعب قوي يكسب لاعب ضعيف، وهي نوك اوت على طول زي التايكوندو يعني فيها نوك اوت. انما عندنا فرص في السلاح، عندنا زياد السيسي ماشي كويس جدا، متصدر الرانك العالمي، وقف بوديوم كذا مره في كاسات عالم، عندنا محمد ماهر حمزه ايضا من الاوائل في الرانك العالمي ووقف بوديوم كذا مره، عندنا محمد السيد، دول 3 اسلحه مختلفه، ده صبر وفلوري وايبي. وعندنا الفرق بتاعت الرجال ايضا عندها فرص، لانها بتبدا من دور الثمانيه ونوك اوت على طول، فلو قدروا انهم يعدوا دي عندهم فرصه حقيقيه الحقيقه. فلو السلاح جاب ممكن يجيب ميداليه، ممكن يجيب ميداليتين وارد. البنات الحقيقه فرصهم اقدر اقول لك من دلوقتي فرصهم من وجهه نظري انا صفر. في السلاح تمام، هم كلهم تاهلوا عن افريقيا ان هم ابطال افريقيا، برافو عليهم. انما هل وصلوا المستوى يقدروا يعني يعدوا دور الثمانيه؟ لا. هل وصلوا المستوى ان هم يقدروا يوصلوا للمراحل الاقصائيه دور ال 16 دور الثمانيه على مستوى اولمبياد؟ اقول لك لا. تمام، هل ممكن بقى مفاجاه؟ ده قصه ثانيه. عندنا في المصارعه عندنا تاهلنا بعدد كبير خلاص، انما اللي عندهم فرص حقيقيه للميداليات هم عبد اللطيف منيع في الوزن المفتوح وحقق برونزيه السنه اللي فاتت، وكيشو اللي جاب برونزيه اولمبياد الماضيه، مستواه نزل شويه، لحق نفسه في الاخر في التاهل، نتمنى ان الفتره القادمه يقدر يوصل لمستوى عالي لانه في الاخر بطل اولمبي، لو عملها مره يقدر يعملها تاني، بس محتاج توفيق ومحتاج شغل جامد يعني. عندنا في التايكوندو طبعا 2 بيلعبوا اولمبيات لاول مره، وسيف عنده الخبره. زي ما كابتن قال ان هو الاولمبيات حاجه ثانيه خالص. انا ما برميش واحد كده في اولمبيات اول مره يعني لازم اعده كويس قوي عشان يعرف الضغوط النفسيه، ودي كل 4 سنوات غير بطوله العالم خالص طبعًا. يعني انما سيف عنده فرصه، طبعا سيف عنده فرصه، سيف بطل اولمبي عملها قبل كده. نتمنى ان القرعه تخدمه كمان، خد بالك ان الالعاب زي المصارعه والجودو والتايكوندو القرعه برضو ليها دور شويه في يعني طريقك هيمشي ازاي، ممكن تخبط في بطل العالم في ماتش بدري شويه بيبقى مش حظك مش كويس، فده كله هيبان هناك لسه مش هنا. عندنا في الرمايه عزمي محلبه وقف بوديوم كذا مره، كان متصدر الرانك العالمي، اول لاعب يتاهل في مصر لتاهيل رسمي للاولمبياد بفوزه بنهائي كاس العالم. نتمنى ان دي ثالث مره هيلعب الاولمبياد، المرتين اللي فاتوا كانوا يعني كان في طفلك شويه. تمام، نتمنى الثالثه بقى ثابته وان شاء الله يقف على البوديوم ويفرحنا. عندنا مين تاني؟ عندنا نايل نصار في الفروسيه. بطلنا اللي عايش امريكا. الفروسيه طبعا بتفرق كتير، الحصان بتاعك شكله ايه وثمنه كام فهو عنده حصان كويس جدا الحقيقه. والستاف بتاعه كويس، نتمنى له التوفيق. وصل في مراحل المتر 60 او متر 55 متر 60 للبوديوم قبل كده في جراند بريز، فربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي وممكن يبقى عنده فرصه. عندنا في الالعاب الجماعيه كره القدم واليد، عندنا امل في كره القدم كبير يعني كره القدم يعني عندنا مش هتكلم عن مشاكل بس يعني ايه،
لا عندهم مدرب يعني على اعلى مستوى، ميكالي خلاص، ميكالي كسبان على فكره الاولمبياد مع البرازيل. القايمه اعلنت خلاص بشكل، القايمه كانت اخر حاجه الساعه 12 بالليل النهارده خلاص، واعلنت الاعلان النهائي بتاعها هيبقى يوم 8 7 ان شاء الله، يوم 8 7 8 7 باذن الله. كلنا منتظرين خلاص، معروف احنا كلنا عارفين مين الاسماء هتحدد ونتمنى لهم التوفيق. هيبقى صعب شويه تاخدها من اتحاد الكوره. اي اسم قول لنا حتى ثلاثه اللي فوق السن. طيب هي دي المشكله اصلا. اي اصلا هقول لك بصراحه، احنا قرينا انه احتمال محمد صلاح، وكان هو اللي لو شارك كان هو اللي هيرفع العلم. انت عارف احنا مفروكين فريسه للمواقع يعني. لا لا انا هقول لك اصل الموضوع ده ما هوش سر، الموضوع احنا ناقشناه في اخر مجلس اداره لينا كلجنه اولمبيه، وبعدين طبعا ويمكن فتحت الموضوع ده وقلت ان احنا عايزين نجيب اكبر اكسبوجر لمصر. بالظبط، لو محمد صلاح موجود في البعثه الاولمبيه وهيلعب ضمن الثلاثه تمام، كلنا اتفقنا ان محمد صلاح هو اللي يشيل العلم في حفل الافتتاح. ايوه المره دي حفل الافتتاح مختلف، ما هواش في في في, في استاد، ده في نهر السين. مختلف تماما. خلاص، وعشان لاول اولمبياد في التاريخ هيبقى فيها جندر ايكواليتي، عدد البنات قد عدد الولاد بالظبط 50-50 تمام. فبالتالي ده رسمي نظمي. فبالتالي حفل الافتتاح هيبقى ولد وبنت هم اللي شايلين العلم، مش زي كل مره ولد او بنت اللي بيشيلوا بقى. فمحمد صلاح طبعا حاجه تشرف مصر جدا، حاجه هتدينا اكسبوجر كبير جدا. للاسف محمد صلاح مش هيكون موجود تمام، وفي اسماء اخرى هي اللي يعني هتكون موجوده ان شاء الله. طيب فوق السن حتى بس نعرف مين. اقول لك اسم واحد بس، ماشي. زيزو. زيزو يعني بطمنك بزيزو، ما احنا عارفينه. تمام. المهم يعني ايا كان مين اللي هيلعب، حتى لو لعبوا ببث اللعيبه اللي تحت 23 سنه، هم فريق جيد جدا. هم فريق واقع في مجموعه لطيفه جدا الحقيقه. خلاص يعني عكس كره اليد اللي واقع في مجموعه صعبه جدا. انما كره القدم معانا هنبدا بالدومينيكان اضعف فريق، ثم اوزبكستان تاني اسيا وفريق في المتناول، ثم اخر ماتش طبعا صعب جدا هو ماتش اسبانيا. بس نتوقع ان ماتش اسبانيا يبقى على مين اول المجموعه، ثم هنلاعب. بس انت عارف احنا حضرتك دايما هنيجي مثلا ممكن قدام اسبانيا نلعب حلو قوي ونخسر من اوزباكستان. لا ما دي بقى يبقى يعني هم غاويين كده على الشعب المصري. دي قصه حياتنا. لا يعني هو الحظ حالفنا المره دي في القرعه. دي فرصه ذهبيه للوصول المربع الذهبي، لان حتى كمان لما لو انت طلعت تاني مجموعه هتلاعب اول المجموعه دي، المجموعه دي مش قويه قوي. فده برضو حاجه يعني، ما انتش هتخبط في الارجنتين، ما انتش هتخبط في دول كمان من اوروبا قويه. لا فانت يعني الحظ خدمك، نتمنى ان يعني التوفيق كمان يكون موجود ويقدروا يوصلوا لدور الاربعه، وبعدين ربنا سهلها من هناك. كره اليد مجموعه من اصعب ما يمكن، فريقنا طبعا قوي جدا جدا جدا. انما وهيبدا كمان ماتشاته يعني، يمكن الماتشين اللي هم السهلين هم اخر ماتشين هيلعبوا خلاص. ف بس عندنا امل في اليد طبعا. طبعا دايما اليد دايما بتبقى منافسات رابع اولمبياد طوكيو، وكان قاب قوسين او ادنى من حقيقه الميداليه. انما معاك الدنمارك، معاك فرنسا في المجموعه، معاك المجر هتبدا بيها، الفرق كلها تقيله جدا. نتمنى ان هم الاول يكونوا مركزين جدا عشان يسهلوا الطريق على نفسهم ويفرحونا بقى من الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله.